طبعاً يظل غياب علي عنوان. طبعاً اليوم نادي الشمال يلعب ب4-2-3-1، يلعب ببكر في حراسة المرمى، خط الرباعي فهد وعد لوكا وناني وعزيز، في خط الوسط يلعب باثنين ارتكاز اللي هم عطوان والجابري، أمامهم يلعب ماجد كصانع ألعاب. على الأطراف اليوم استخدم الأطراف فيهم سرعة وفيهم مهارة اللي هو ياسين وجاسم الهاشمي، يستغل سرعتهم خاصة لأنه يعرف أن الأطراف بالنسبة للتحيل تخرج كثير، وطبعا هداف الفريق بالنسبة لهم ياسين متواجد في الأمام. يعني التشكيلة هي يعني خلنا نقول نفس ما هذا إلا فيها نقص على علوان طبعا.